ما حكم من أحرم وإزاره تحت السرة؟ وهل يجوز تعرية الصدر في وجود النساء؟ السرة من العورة يجب عليه سترها. الإحرام لا يبطل، لكن الصلاة إذا صلى والسترة ظاهرة، السرة ظاهرة، إن صلاته لا تصح، لأن السرة من العورة، وكذلك الركبة من العورة، يجب أن يغطي من السرة إلى الركبة كله مغطى، لا يجوز له تعمد كشف سرته أو كشف ركبتيه أو إحدى ركبتيه في الصلاة. وأما ستر الكتفين والصدر والظهر هذا من التجمل، هذا أحسن وهو من التجمل. نعم. أما لو كشف، لو وضع الرداء وأبقى عليه الإزار ساترا لما بين السرة والركبتين، هذا يكفي،